خليها على الله اخوت وصافي والله العظيم. المهم نتمنوا الخير والله يسخر الخوت كاملين، واللي شاف هذا اللايف يحاول يبارطاجيه مع الخوت باش يعرفوا بان لاباج راه تسرقات، والله يسخر الخوت كاملين. ولاباج جديده راه هي يونس فلوغ، ولاباج الاخرى الزاجل الاطلسي الشلح الملالي، ماشي الزاجل الاطلسي بوحده، الزاجل الاطلسي الشلح الملالي راه فيها غير شي 100 متابع ولا، والاخرى راه فيها تقريبا شي 51 متابع. ونتمنى من الخوت اللي قدر يدخل لي يدعمنا ويبارطاجي مع الخوت وباش يعرفوا شنو كاين، واللي ما قدرش ماشي مشكل يقول لنا الله يسهل عليك والله يرحم لي الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين. ودابا غادي نخليكم اخوتي عندنا شويه ما يدار، شوفوا حتى العائله شنو كاين وهادي، وان شاء الله راه مازال فيديوهات راه كاينه الجو برو، راه كاينه الجو برو اخوتي، الكاليتي واعره، داكشي زويني داكشي ناضي، ولكنني المورال ما كاينش، الاحباط المرض. المهم نتمناو الخير وصافي، هذا ما كان، والله يسخر لخوتي كاملين. غادي نحاول نمشي غير سمحوا لي والله العظيم دابا حاليا، ولا غادي نحاول نزيد مع خوتي شويه حيت كاينين بعض الاخوان اللي هما عزازين علينا وتحنا عزازين عليهم. تعجبني انا نبقى نهضر مع الناس، نبقى نهضر معاك على الحمام وهذه تعجبني الحال، فهمتي؟ لحقاش مولوع واحد في القصيبه، يلاه تزاد عندنا واحد المولوع جديد، زائد كنبحث بزاف كنقلب بزاف كنرون راسي بزاف باش نحاول نفهم الولاعه، ولكني كنشوف بحال قلتي يعني كاين واحد 99% يعني غاديين في واحد المجال في شكل. حقاش كنتفرج في فيديوهات ديال الناس اللي كيعطيو النصائح، تبارك الله كيعطيو نصائح زوينه واعره، ولكني راه كاينه شويه ديال اللاش، يعني نبقى ندوي لك على برودويات ولا لا، ندوي لك على الاساس بحال كدا السكريات شنو هي الخدمه ديالهم في القوم، البروتين شنو هو الخدمه ديالو في القهوه، الدهنيات هادو هما الحويجات، كيفاش نطلعوا المناعه، خاصنا مثلا المعادن العناصر النزيره بعض الفيتامينات يعاونونا في تقويه المناعه، هادشي الا عرفتيه كاملو بان راه خاص للحمام، فغادي يعني القضيه ديال مثلا تعطي للحمام واحد الميلونج اللي هو فقير من شي حاجه ما كتبقاش تدخل يعني الدماغ. وهادشي بالتجربه ديالي انا كنعطيهم، واخا كتشوفوا بعض المرات راه الماكله كتكون فيها القمح والذره كثيره، وان راه فيها العدس وفيها ديك إلان فيها زريعه الكتان فيها، فهمتي؟ بواحد النسب يعني راه ضروري هاد الحويجات ياكلوهم الحمام، وكنحاولوا نديروا بعض المرات وصفات وهادي، ولكن راه ماشي ديما يعني ديك الوصفات، مره بحال كدا العصير ديال الخضره زوين في وقت لونطريمو ديال الحمام كتبقى تعاون به حتى هو زوين، فيتامين مره في السيمانه، العسل السيترون الخل التفاح هادي، وين انت خاص تفهم هادي، هذا هو المهم. الله يسخر لكم اخوتي وحنا معكم، وتحياتي لك خويا الياس وتحياتي لجميع الخوت كاملين اينما كانوا، الناس اللي غادي يشوفوا اللايف من بعد يعني تحياتي لهم، راه توحشنا الولاعه وهادي، ولكن الظروف اخوتي هي اللي كتخلينا ما كتساعدناش اننا يعني نديروا فيديوهات كل نهار، ولا انا ما كرهتش نبقى ندير 5 د الفيديوهات في النهار، أو نبقى من الصباح نبدا طالق لكم اللايف ونبدا نتولع من الصباح حتى العشيه، وإلا كتاب الله والديها تنديرها بالله، إلا كتاب الله العظيم تنديرها اللايف، نبدا نطلقو من 8 ديال الصباح حتى ل 6 د العشيه صافي. و يقول لك شي واحد راه تسطاره تسطينا اللي داخليها الله، اللي يدي لك الباج تبقى عندك شي عقل وداوها ماشي مشكل، ودي لاباج وغير ما تحطش شي حاجه اللي تحشمنا مع الناس، محيه بعدا غير الفيديوهات ديالي، حي التصويره ديالي، بدل السميه كذا، دير شي حاجه بحال هكا، عادي اش بغاو عندنا، راه ماشي غير انا اللي مشات لي لاباج، راه كاينين الناس بزاف وهادي. المهم عندهم لاجرهم في هاد لي باج، ما عندهم ما يديروا الا الصبر، وفي نفس الوقت غادي ان شاء الله كيما طلعتوا لي باج اللي فاتوا غادي تطلعوا لي باج، وراه كاينين الناس يعني انا براسي كاينين الناس متبعوهم مشاو لهم دي باج وتعاوننا معاهم وتابونينا معاهم، وباقي لدابا تنتفرجوا فيهم بزاف ديال الناس ماشي غير يعني تيديروا الحمام ولا تيديروا الميكانيك ولا تيديروا شي حاجه بحال هكا، بزاف ديال الحويجات. ونتمنوا الخير والله يسخر لكم الخوت، ثلاثه ديال الناس تقريبا اللي كاينين، تحياتي لكم وسمحوا لي بزاف، وسمحوا لي هذا ما كان، راه لاباج مشات صافي، راه ما المورال ما تيبقاش، وين ان شاء الله يعني الهضره ديالكم الزوينه ان شاء الله غادي ما نبقاش نخمم كاع في شي حاجه، وتحياتي لكم.